سنقف سوية لقراءة سورة الفاتحة. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. قائمين على هذه المباراة، قائمين على هذا الكرنفال من أجل ذكرى صديقهم الكابتن حسين الآن المتواجد معنا بأرضية الملعب. نعم ما صار متواجدا، يعني الأصدقاء يذكرونه في كل مكان. سترجع أمامنا محبين متابعين في كل مكان، إنما كنتم مساعدتم مساء لمساء يقصوا بآخر أيام رمضان الكريم. هنا من هذه المباراة قد تكون الآن لأمامنا القيلة من بين اسم لا في مكان وصلت تسليمة في مكان لكن الكرة الماضية عند مهند تصل الكرة عند مين؟ عادت الآن إلى مصطفى لكن تعال
الاستلام. محمد المصري بالكرة الماضية عاد الآن يضحك تسلند على الكرة. علي الآن في مكان يبدأ أن يسدد ويصوب، لكن بعد أن أكون تاذب يا شيخ هذه هي الكرة الماضية. نعم الآن باستلام اندراضي راضي إلى المصري، المصري الآن وصلت اندراضي من أجمل الأهداف التي كانت في عالم الكلاسيكو. الهدف العالي لأمامنا بهذه الكرة وقراءة سورة الفاتحة من صديق العزيز لحسين معيد. أمامنا بدأت الآن الكرة الماضية، هذه محاولة تبحث على مين، رادت إلى عند المصري وعطانا طريقة الهروب. اللي عند علي كاظم، علي كاظم، علي كاظم الكرة الماضية، لكن ما زال اليمامة كرة تلعب، ما زالت تلعب في مكان وهب الأهداف تسليمة، رجعت اليمامة كرة تلعب، ما زالت في مكان قرار الآن راضي أبو راضي، تصل عند حسين كريستيانو عبود الآن في التسليم، لكنها صالة جدا لحارس المرمى. السلام الأخير عبر دقائق تسليمة، الله 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 على بيتشان، الله على بيتشان، وكتبنا على اسمك من زمان بأنك ولد كبير. تصويبه بالعرض يا جماعه، هذه العرضه تمزقت ولا شو؟ هذه شينا من كلام وصحة في بعض الكلام، سلام على من كتب جمله السلام، وترعرع بحديث الاماني والاحترام، دايما يكتب على الليل والليل لا يجل بالظلام، وانك من الاسماء الان اللي امامنا، الان ترسل، عادت الان محمد، محمد في مكان، الدقيقه الاخيره المتبقيه، على وشك ان تنتهي وانتهت. على وشك ان تقول ووصلت، ورسمنا على حدث اخير بثواني متبقيه، ساعتي متاخره بثواني، ساعتكم متقدمه امام الموسوي ورفاقه، هدفين مقابل لا شيء. ما زالت الان كره، الله على بوفون، الله على بوفون، الان اليمن المتالق على بوفون بالكره الماضيه، بتالق حارس المرمى محبين متابعينا في كل مكان، تحيه كبيره لكم.